أنا متجه للفندق هاي ولد قولي، مدينة حلوة كلش، هو بارد اليوم، عصريات هسه جميلة جدا. أنا عجبني النخل، النخل اللي بيها ما أدري شاعفة مينيسوتا بيها ثلج، اللي مشتاق للخضر. بساتين حبيت اروح وياها طريقي يعني مع هذا الحج الكريم. الجو كلش حلو، ربيع تقول، هو بارد. رايح للمطعم مال الفندق، شوفوا هاي البوابه شقد حلوه، حبيت اراوكم اياها. هاي دخولها، هذا دخول المطعم. شوف الأجواء الحلوة، الأسلحة القديمة، هذا مطعم الفندق. البوابة كلش حلوة، البوابة القديمة. راح اختار هذا المكان اجلس فيه، يطل على هذه. الله، اجواء رائعه جميله، بس هاي جاي تعكس الجامعه، تعكس الضوء. بس مهما يكون واحد وحده ما يستمتع إذا مو الأهل وياه ولا أحب ناس. إن شاء الله مرة الثانية أنا أزور الكويت أجيب العائلة وياي. جميل جدا، بس الساعة بالسبعة وربع الصبح، لأن قعدت للصلاة وما قدرت أنام بعد. شوف الزهرفة الحلوة ذي، هذا الدرع ورموح اثنين، اجواء رائعة. هذا فندق الواحة انا اختاريته، قلت اكيد فيه شغلات من اسمه، بس يا سبحان الله صدق الاسماء يعني بيها ميزة. وهذه سيوف قديمة، أنا هاي الجانب هاي أقرب. طبعا اليوم طبعا اجي صدفة يم استاذنا الكريم ابو علي خبير الاحجار هنا بسوق باركية بالكويت. طبعا صدفة يا سبحان الله، طبيت وبعدين تفوع ابو علي، يعني هاي من حسن حظي هذا يعني اللاقاني، الله يحفظك انت الشرف. فقلت فرصة من ابو شهاب يصورنا وياه ويكون حديثه نزله على اليوتيوب. عزيز وعلي، الله يحفظك، يعني الله يحبني اليوم اني التقيت بابو علي وغيره، يعني هنا الوجوه الطيبة. تسلم، اشكرك ابو شهاب. الكتب الحديثة الانجليزية هي اللي يحطون فيها. اي نعم، اي اي صحيح. طبعا انا ما اشبع من تصوير هنا بهذا المكان المبارك. ان شاء الله عليك ابو علي، ان شاء الله. عزيز طبعا رواني هواي احجار ومرجان، هاي طبعا هذه قطعه مرجان، بس طبعا معالج، يعني معطينا معالج اسمها دايت، بس يبقى انه مرجان طبيعي. هذه هديه حلو حق ابو زين. هذه اشكرك، فاجئتني كريم والله، كريم. عزيز وعلي، اشكرك حبيبي. عزيز، حلوه طبعا كلش، هاي من ابو علي، راح تكون ثمينه جدا. تقدر تقصها اذا راح تكون ثمينه، اياها يسوي لك اياها فصوص، تقدر تطلع منها يمكن خاتم كذا فص. هاي هنا بعيل الاول راح نفرجكم عليها،
ندخل لها طبعا من هنا. طبعا هاي الصور تراثية قديمة رسوم حديثة. هاي السفينة طبعا هاي القهوة قديمة جدا حسب ما قال الأخ، قهوة أبو ناشئ، وحبيت صورها وراح وياها صورة. ألطف شيء النخل، أنا عجبني النخل، هاي البوابة القديمة هنا. هذا سوق الباركية بعد هسه ما فاتح تحت الثمانية ونص. إن شاء الله وياكم وياكم أكثر. هاي القهوة الجميلة طبعا احنا اصدقائنا مشتوقين لهذه الاجواء الحلوة، اجواء ترد الروح، بس الناس هنا جوز ما تدري. حجي قاعد هنا سوق البقالية، همين يقول طبخاتهم زين. شلون طبخاتهم زين؟ جيدة حجي؟ يضحك. فهنا البهارات، يعني يسألون بالكويت منين اللي يشترون البهارات، هنا نقول لهم طبخات هم زين جماعة طبخات. همين يشترون بهارات؟ هاي سوق البركية. فحجي انت ابو من يصحوا لك هنا؟ ابو حسين. ها؟ ابو حسين. ابو زين؟ ابو حسين. ابو حسين، انا ابو زين. فانت هنا يجون يشترون من عندك ان شاء الله اذا يريدون، لان دائما يسالون على هاي طبخاتهم زين، طبخات عراقيه ام زين يسالون. انت وين؟ بالمباركيه هسه بالكويت؟ هذا بالمباركيه هسه بالكويت. إيه. هاي البهارات شنو اللي عندك؟ بهارات انواع؟ بهارات شو تبي؟ هذا حق السمك. سمك. حق الدجاج. حق الدجاج. عليكم السلام. في بعد حق المرق. انا ابي هذا كيس وياه، خلي دقيقه هذا دقيقه خلي هناك هذا عند الباب ان شاء الله. ايه. ايه. وبعد في كمون. بهارات مشكله. في كزبره، في كمون، في دارسين. في دارسين. في فلفل اصفر، في فلفل مجروش، في زنجبيل. في الفلفل الحلو. يعني انت تنصح للناس تشتري تتابع طبخات مزين العراق، طبخات العراقية مزين. حبيبي الناس ويا يشترون واحد مرة مثلا يشتري ربع كيلو. وزين رجع مثلا ياخذ كيلوين ثلاثة كيلو. كيلو. يعني تنصح الناس يجي منا بالكويت تاخذ منك. يجي من السعودية، يجي من الامارات، من قطر، من كل مكان يجي ياخذ.